بدأنا بطولات الجمهورية لجميع المراحل السنية تباعا، فالحمد لله يعني في المراحل الصغيرة بالذات بيبقى في صعوبة في عملية التدريب في مراحل 7 سنين و8 سنين و9 سنين، فالحمد لله ان احنا يعني وفقنا ان احنا نحقق ميداليات ذهبية كتير، بالرغم ان احنا بنقول دايما ان مسألة الفوز بالنسبة للطفل الصغير مش هي الهدف الاساسي، ان احنا نأسس في الطفل حبه للرياضة وحبه للجمباز ويتعلم السلوكيات الايجابيه والتربويه، وجنبه بقى يجي فكره الفوز، ان احنا النادي الاهلي ما بنرضاش الا الفوز والمكسب، لكن لو ابتدينا نركز على الفوز دون الجوانب الاخرى بنخسر حاجات كتير. فالمرحله السنيه دي طبعا بيبقى صعب جدا التعامل معاها، لان هي قدراتهم قليله واستيعابهم قليل، وانت عايزهم يحبوا اللعبه في الوقت نفسه، عايزهم في الاخر يكسبوا، فهي معادله صعبه بنحاول نحقق جميع يعني المعادله كلها. وطبعا بفضل الدعم اللي بنلقاه من اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر ومجلس الاداره بالكامل بيدعمنا بشكل قوي جدا، لان انت برضو بتحتاج الى امكانيات. ويكفي ان اقول لك ان الصاله دي بعد اسبوع واحد كل الاجهزه اللي فيها هتتشال وهيجي اجهزه كامله جديده بارقام يعني كبيره جدا، وده طبعا نتيجه الدعم الكبير اللي بيوليه اداره النادي لرياضه الجمباز. طبعا النادي الاهلي معروف بخبرات اللعيبه اللي عنده كويسه جدا وخاماتهم الممتازه ما شاء الله يعني، فبصراحه فعلا الولاد احنا دايما بنركز معاهم للتاسيس وان احنا نجهزهم للمستوى اللي ينفع بعد كده للبطولات، مش بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا نعمل مكسب في البدايه قد ما احنا التارجت بتاعنا يبقى فيه خامه في مستقبل للولد من الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه، الناحيه طبعا المهاريه ما فيش كلام، ان هو يكمل ويوصل ليبقى باسم النادي الاهلي، يبقى في منتخب مصر وبعد كده يمثل منتخب مصر في البطولات العالميه. فطبيعي يعني كنا متوقعين والحمد لله ربنا كافئنا الحمد لله بالمستوى اللي الولاد عملوه، كان هايل ومنظر ما شاء الله لا قوه الا بالله، اداء متميز جدا مع طبعا فوزهم ب 13 ميداليه ذهب، كانت حاجه يعني مشرفه جدا جدا لينا. طبعا اغلب المنافسين ليهم والله كان في كذا نادي، كان في نادي الجزيره وفي نادي كان في نادي الجزيره ونادي وادي دجله، وكان في كمان نادي تقريبا التوفيقيه كان اقوياء، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني الحمد لله بحكم الحكام والحمد لله الدرجات كان النادي الاهلي بفضل الله هو الاول عليهم بفضل الله يعني. طبعا الحمد لله ربنا وفقنا في البطوله بتاعت تحت 7 سنوات، دي اول بطوله للبنات تلعبها في هذه المرحله. طبعا قبل كده بيخش حاجه اسمها مدارس جمباز بيبقى عدد كبير جدا، وعندنا بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي عدد بنات كتير جدا بتخش المدارس. بعد كده بنعمل لهم مرحله اسمها اختبارات التجهيزي، بيختار مجموعه معينه برضو على حسب قدرات سنيه ليهم وقدرات فسيولوجيه خاصه بيهم بننقيهم، وبعد كده بنعمل لهم اختبارات ثانيه بنختار الصفوه منهم في الفريق. الحمد لله احنا اول مره نخش السنه دي ب 23 لاعبه، جبنا منهم 17 ميداليه ذهب واربعه فضه واثنين برونز. البنات طبعا لولا تشجيع اولياء الامور ليهم ولولا وقفه الدكتور محمد فؤاد معانا وكده وتحفيزهم للبنات، الحمد لله قدرنا نفرح بيهم. في المرحله ديت المطلوب منك انك مش تكون مدرب، المراحل اللي هي صغيره تحت 7 تحت 8 تحت 9 مطلوب منك ان انت تكون اب للولد، لازم تفهم مشاكله ايه، لازم تحتويه. الولد في المرحله ديت محتاج تحببه في اللعبه، احنا لسه بننشئ لاعب من جديد، فطبيعي ان الولد اللعبه عنيفه شويه، متطلباتها البدنيه تقيله، فلازم تتعاون في الموضوع ده انك تشتغل على نفسيه الولد اكتر. ان شاء الله في مستقبل كويس جدا ان شاء الله في النادي الاهلي الجمباز الفني انيسات. انا استعنت بالبنات اللي هم اصلا كانوا ابطال النادي، واستعنت بيهم ان انا امرنهم ان هم يبقوا مدربات ويجهزوا ابطال للنادي، والحمد لله يعني احنا معانا 23 ناشئه صغننه تحت 7، والنتيجه الحمد لله مبشره يعني لاول بطوله جمهوريه. انت لاعب، انت اللي بتفكر انت عايز تعمل ايه وتشتغل ازاي وقادر تعمل ايه وكده، لكن فكره ان انت اللي تبقى مدرب بتشوف على حسب اللعيبه اللي معاك قدراتها تبقى قد ايه، تقدر تستحمل لغايه فين، وكمان في السن الصغير ده بيبقى صعب قوي انك تصاحب حتى البنات الصغيره دي عشان يقدروا يسمعوا كلامك ويشتغلوا زي ما انت عايز. حتى بتختلف في السن الكبير بتبقى اريح جدا، البنات بتبقى فاهمينك، لكن السن الصغير بتبقى اصعب قوي. هو انا ترددت فيها كتير قوي، فكره اني ابطل اصلا لعبه وادرب دي كانت صعبه قوي عشان انا كنت بحب قوي اللعب، بس من وانا اصلا بلعب كان نفسي قوي اجرب ان انا امرن حد وان انا اشوفه بيكسب مثلا وانا اللي بدربه.